خرقوا الاتحاد الفيدرالي ونزلوا العلم الإريتري. الشيء ده طبعا الناس ما كانت مرتاحه من هذا الشيء ده. البوليس الإريتري طبعا التحاقهم مع بدايه الثوره، من بدايه الثوره بدوا يلتحقوا طبعا بسلاحهم. دي كانت ظاهره كانت موجوده في اول الظلم الباين ده في دراساتنا في عدميه الحاجات. وبعدين بنسمع نزلوا العلم، حصل كده وحصل كده، وجدال حصل بين اعداء البرلمان الاريتري طبعا. ايوه البرلمان الاريتري من بيوتهم جابوهم بقوه وفرضوا عليهم خطاب صوري كده. أيوة. وقالوا غرنا دم اريتريا الى امها اثيوبيا. دي كده كانت يعني. أيوة. لكن في كانت في مقاومه استنكار كان. أيوة. في اعداء البرلمان. أيوة. امثال عثمان هندي. أيوة. محمد عمر اكيتو. أيوة. الممثل كان بتاع دانكاليا. أيوة. وفي السها غاندي. أيوة. اللي كان من دائره بتاعت ضواحي اسمر. أيوة. دول حسه يعني كانوا وطنيين. ذات المدرسة الأم كنن ده كان عنده دور كبير في التأثير على الطلبة بصفة عامة في المدارس المختلفة. كل ما تقول إنه إحنا هنعمل مظاهرة ضد الإثيوبيين تجاوب في طوالي يعني كل ثانويات طوالي. في سنة 65 كنا ناويين نقوم بمظاهرة نمشي في البرلمان ده اللي البرلمان الإريتري اللي كان يسمى وقير يعني وسط المدينة وده. لكن عشان كان عندهم الخبر ما خلونا نطلع من السور بتاعت المدرسه. حوض المظاهرات دي مين كان ينظمها؟ هو ولدي يسوس عمار. ولدي يسوس عمار. ايوه ولدي يسوس عمار طبعا رجل معروف معروف في العمل السياسي والصحفي كمان. ولد داوود تمسجن ميكائيل جابر. ميكائيل جابر كان مدير بتاعت مدرسه يونسكو في كسلا. في كسلا اسس مدرسه يونسكو في كسلا. كان مدير سياس ذاته كان سياسة فوركي نفسه الرئيس كان برضه في نفس المدرسة. كان في نفس المدرسة بس قبل أنا بسنتين كده. و بإمنت أحمد اسمه أيلا ماريان جرع الوزير اللي حس معتقل 15 الوزراء معتقل محمد موسيير كلهم. سلام للإنتاج الإعلامي تقدم ملامح من الذاكرة الإريترية، تستضيف فيها المناضل عبد الله حسن علي عبر سلسلة محاور لثلاثة عقود من العمل النضالي. انتظرونا عبر الروابط التالية.